السلام عليكم. دلوقتي عايز ارسم فيه برنامج الاول بلين، وده برامج البلين القويه. فممكن تجيب اليمنت هتلاقي فيه وول، وهتلاقي فيه عندك كولوم، وهتلاقي سلاب، وهتلاقي اشكال كتيره جدا وفوا الحاجات دي كلها. عايز ترسم بشكل غير منتظم ممكن تقول له موديلنج، وتبدا تلاقي حاجات زي بوكس، هتلاقي حاجات زي 3 دي سيرفيس. نبدا نرسم. خلصت، هتدوس انتر او سكيب عشان تخرج من الامر. عايز ابدا اديله بقى الاكسترود بتاعي، فهروح هنا الامر اكسترود واختار الشكل وابدا اديله الاكسترود اللي انا عايزه. اهو تكتب مثلا 2000 وتدوس انتر، هتلاقي الشكل ظهر لك بالشكل ده. تمام. طيب عايز تعمل روتيت للشكل دوت، فممكن تيجي هنا هتلاقي اوامر كتير خاصة بان انت تعدل في الشكل بتاعك. تقدر تعمل موف، تقدر تعمل ميرور، تقدر تعمل سكيل. كل الاوامر دي موجودة زي ما انت شايف. تقدر تعمل نسخ، موف، روتيت، وتقدر تختار بقى انت عايز تعمل روتيت في انهي اتجاه، عندك في الاكس وفي الواي وفي الزد زي ما انت عايز. اختار ولف الشكل بتاعك زي ما انت عايز. طيب لو انت دلوقتي عايز تعدل، ممكن تقدر تختار اي حاجة من اوامر التعديل اللي انت عايزها، وتقدر ان انت تقيس اي اجزاء انت عايزها. تقول له انا عايز اقيس اللينس مثلا من هنا لهنا، يبدأ يقول لك اللينس قد ايه والتوتال والانجل وكل المواصفات اللي انت ممكن ان انت تحتاجها. وتلاقي عندك لو انت دلوقتي عايز مثلا ترسم سيكشن مثلا، فممكن تيجي من اليمنت مثلا وتقول له انا عايز ارسم سيكشن، وابدا اختار الجزء اللي انا عايز اقطع فيه اهوت. فيبدأ يديني السكشن اهو، اقدر اخد سكشن واحطه في اي مكان انا عايزه. طيب السكشن ده ممكن تيجي هنا في ستراكشر فريمينج وتقول له بقى انت عايز تزود جريد مثلا، فيبدأ يديك الجريدات تقدر تحطها في اي مكان انت عايزه بالشكل دوت. تقدر تعدل فيها لو انت حابب. طيب لو انت عايز تحط مثلا تسليح مثلا، فهتروح للري انفورسمنت وتقول له انا عايز مثلا تديله اريا ري انفورسمنت او تديله بار شيب، وتبدا تختار الشكل اللي انت عايزه. فبدا يحمل لك الشكل اللي انت هتحطه وتبدا ترسم بالشكل دوت. ازيك، انا عارف ناس كتير بتشتغل على الاوتوكاد والريفت، لكن في التسليح بيفضل ان هو يعمل على الاول بلين. تقدر تعمل تسليح بطريقة سهلة جدا لو انت حابب.